next paper. Itt a lakmat, hogy kinek felhívett hátam. NumPyCNNAndroid. NumPyCNNAndroid, a library for straightforward implementation of convolutional neural networks for Android devices. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا احمد فوزي جاد، مدرس مساعد بكليه الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفيه، وهعرض البحث التابع عنوان NumPyCNN اندرويد A library for straightforward implementation of convolutional neural networks for android devices. طيب هو الاندكس بتاعنا هيكون انترودكشن، بعد كده ريليتد ورك، بعد كده البوست ورك هنتكلم الروبوت لايبراري اللي هنتكلم فيها عن المزايا بتاعتها ادفانتجز، بعد كده ازاي حصل لها ديفلوبمنت وسبورت لايرز ومثال، وبعد كده نعمل فاليديشن للشغل بتاعنا وندي يعني نبذه كده عن اللايبراري اللي موجوده على جوجل بلاي ممكن اي حد ينزلها ويجربها. وهنبدا في اول حاجه الانترودكشن. لازم نبدا هي فيها حاجات كده انا بفكرها. وبشكل عام في الماشين ليرنينج المفروض ان في اثنين بيلدنج بلوكس موجودين فيه، اللي هو الالجوريزم والديتا. المفروض الداتا بيحصل لها في الالجوريزم عشان يحصل لها ترين، بعد كده ونطلع في الاخر ترين موديل. عشان نطلع بعد كده ترين موديل. المفروض الداتا ما بيحصلهاش فيد للالجوريزم ده بشكل نيتف، يعني ما بيحصلش فيد للرو داتا داخل الالجوريزم، بس بتعدي على خطوه اسمها فيتشر انجينيرنج. بيعدي على خطوه اسمها فيتشر انجينيرنج. فيتشر انجينيرنج دي المفروض بتاخد الداتا اللي هي الداتا الاصليه، وبعد كده بتستخلص منها افضل فيتشرز ممكن تستخدم علشان نعمل تريننج. هي بس بتغطي السمات اللي احنا عايزينها فعلا من الداتا. فعلشان كده الداتا ساينتست المفروض ان هو بيعمل اناليس للداتا، وبعد كده بيطلع منها افضل فيتشرز علشان بعد كده نعمل ترين للموديل ده بالنسبه له. بس المشكله ان احنا بنشتغل مع عدد كبير من الداتا، بيكون صعب ان انا اقول ايه افضل فيتشرز المفروض تستخدم. الفيتشرز دي بتطلع من خلال بريفيس اكسبيرينس للداتا ساينتست، ان هو يقول الفيتشر المعينه مثلا هيستوجرام فلوريتيك جرادينت هو اللي هيستخدم مع الحاله دي. قول مثلا اس اي اف تي سكيلينج فاريانت فيتشر ترانسفورم هو اللي هيستخدم مع الحاله دي. بس الحاله دي صعب ان احنا نحددها مع داتا سيتس كبيره زي الايمج نت اللي ممكن يكون فيها ملايين من السامبلز، والسامبلز دي متقسمه ل 10,000 مثلا او اكتر من 1000 بلس. فالحاجه دي هتكون صعبه خالص ان احنا نعملها، عشان كده لازم يكون في اوتوماتيك ابروتش عشان نشتغل مع داتا سيتس الكبيره ديت، هو اللي يقول ايه الفيتشرز المناسبه علشان نطلعها. اوتوماتيك ابروتش اللي احنا ممكن نستخدمه في ريكوجنيشن الايمجز هو كونفوليوشن نيورال نتورك. الكونفوليوشن نيورال نتورك او السي ان ان فور شورت المفروض ان هي بتكون ديب ليرننج اركتكتشر، والديب ليرننج اركتكتشر معروف ان هو بيحتاج وقت كبير وبروسيسنج باور عالي علشان نعمل ترين ليه. فعشان كده في بعض المكتبات اللي بتكون مصممه خصيصا عشان تشتغل مع الديب ليرنينج اركتكتشرز زي التنسر فلو والكيرا والسيانو والكافيه والطاش وغيرها برضه من المكتبات. فالمكتبات دي معروفه ان هي بتستخدم مع ديسكتوب كمبيوترز، ومش اي ديسكتوب كمبيوتر، ده المفروض اللي بيكون فيه بروسيسنج عالي وميموري برضه بتكون عاليه بكتير علشان تشيل البيانات الضخمه اللي هي ممكن يحصل فيها التدريب. فبس المشكله بتطلع لما احنا نشتغل مع الموبايل ديفايسز، بيكون في مشكلتين مهمين. اول مشكله هي الافيلابيلتي، هل المكتبه دي بتكون متاحه او الابلكيشن ده بيكون متاح على الموبايل ديفايس ولا لا. مش كل الديسكتوب ابلكيشنز بتكون متاحه على الموبايل ديفايس. وتاني مشكله لو كان حتى الابلكيشن ده متاح على الموبايل ديفايس، هل بيكون افيشنت زي الديسكتوب ابلكيشن ولا لا؟ اكيد ما بيكونش افيشنت، لانه بيكون ليميتد على الريسورس اللي موجوده داخل الموبايل ديفايس. فالبيبر بتاعتنا بتحل مشكله الافيلابيلتي، انها بتخلي الكونفوليوشن نيورال نتورك متاح على اندرويد ديفايسز من غير اي ليميتيشن. فده مشروع اسمه NumPyCNN اندرويد ان بي سي اف فور شورت. هي بيكون اختصار لايه؟ اللي هو NumPy دي يعتبر اللايبراري نيوميريكال بايثون اللي هي المكتبه الاساسيه عشان تبني الكونفوليوشن نيورال نتورك لاير. وتاني حاجه دي السي ان ان، احنا بنبني السي ان ان بيها، واندرويد ان هي بتعمل تارجت للاندرويد ديفايسز. بعد كده ريليتد وورك. اول ريليتد وورك بيعمل فيه نتورك اركتكتشر جديده اسمها موبايل ميز، بيعمل بروبوز فيها الاستخدام لحاجه اسمها ديب سوايز سيبارابل كونفوليوشن. الديب سوايز سيبارابل كونفوليوشن بيختلف ازاي عن الكونفوليوشن العاديه؟ انه بيكون فيها الكونفوليوشن بيكون فيها خطوتين، اول خطوه هي الفلترنج وتاني خطوه الكومبايننج. الخطوتين دول المفروض الكونفوليوشن العاديه بيتموا في خطوه واحده.
بالنسبه للاركتكتشر اللي اسمها موبايل نيتس، الخطوه دي بتتقسم لخطوتين. اول خطوه بيتم استخدام فيها بوينت وايز كونفليشن فلتر السايز بتاعه واحد في واحد عشان كده بيسرع الدنيا بشكل كبير، وبعد كده بيكون في بوينت وايز كونفليشن ثانيه عشان يعمل دمج للنتائج دي مع بعض. الموبايل نيتس بتحتاج، المشكله بتاعتها ان هي بتحتاج تعمل اركتكتشر جديده، يعني الاركتكتشر اللي انا عاملها قبل كده بالكونفليشن العاديه مش هتنفع مع الموبايل ديفايس، لازم يكون في خطوه في النص ما بين الموديل الاصلي موجود الديسكتوب والموديل الثاني اللي هشتغل على الموبايل ديفايس، ان هو بيتم تحويل فيها الاركتكتشر لاركتكتشر ثانيه مناسبه للموبايل ديفايس. ثاني شغل موجود هو مكتبه اسمها CNNAndroid. CNNAndroid دي بتستخدم المكتبات العاديه زي مثلا الكافيه توشت سيانو تنسر فلو، اي مكتبه بتستخدم عشان تعمل ليرنينج ديب ليرنينج او الديب سي ان ان. بعد كده الموديل اللي طلع ده مش هينفع برضو ان احنا نستخدمه بشكل مباشر على الموبايل ديفايس، لازم يكون في خطوه في النص بتعمل تحويل للموديل من فورمات بيشتغل على ديسكتوب لفورمات ثاني بيشتغل على الموبايل. ده بيتم عن طريق ملف اسمه نيت فايل بيحط فيه كونفيجريشن للنتورك، بيحط فيها اللايرز بتاعتها مثلا النمو اللي هي تستخدم قد ايه، وبعد كده يحصل ابلود للاثنين دول اللي هي الاركتكتشر او الموديل اللي حصل له ترين على ديسكتوب والكونفيجريشن فايل، وبعد كده يحصل له تشغيل على الموبايل ديفايس. برضه في بعض المكتبات اللي موجوده بالفعل اللي هي بتوفر نسخه تشتغل على الموبايل، زي مثلا ايه، زي التنسر فلو بتوفر تنسر فلو لايت، والكافيه بتوفر كافيه موبايل. بس كل المكتبات اللي فاتت بتحتاج خطوه في النص عشان نعمل كونفرجن ما بين الموديل الاصلي والموديل الجديد او الموديل الجديد اللي هيشتغل على الموبايل ديفايس. فلو اخذنا خطوات بتاعه التنسر فلو هنلاقي علشان نعمل تحويل للموديل من موديل بيشتغل على ديسكتوب لموديل تاني بيشتغل على موبايل، ان اول خطوه بتكون ان احنا نعمل بريبير التنسر فلو موديل اللي بيشتغل على ديسكتوب، تاني خطوه ان احنا نعمل تحويل للموديل ده لموديل بيشتغل على الموبايل عن طريق التنسر فلو لايت، والخطوه اللي بعد كده ان احنا نعمل اندرويد ستوديو بروجكت علشان نبدا نستخدم الموديل ده، وبعد كده نعمل امبورت التنسر فلو لايت موديل داخل البروجكت، ومن داخل الجافا كود اللي في الاندرويد بروجكت ممكن ان احنا نعمل ايه؟ نعمل استدعاء للموديل وبعد كده نعمل بريدكشن لسامبل جديد. بس المشكله بقى ان الخطوه الثانيه زي احنا ممكن نعمل تحويل للتنسر فلو موديل للتنسر فلو لايت موديل. الخطوه دي اللي فيها المشاكل كلها. المشاكل بتطلع من ايه؟ ان في اوبريشنز بتكون متاحه على الديسكتوب فيرجن بتاع التنسر فلو، الاوبريشنز دي مش متاحه على الموبايل فيرجن، عشان كده لو احنا بنستخدم احد الاوبريشنز دي التنسر فلو لايت هترفض ان هي تعمل كونفرجن للموديل. عشان كده واحنا بنعمل ديفلوبمنت للتنسر فلو او الكونفليشن نيورال نتورك اركتكتشر لازم ناخد في اعتبار ان احنا نستخدم بس الاوبريشنز المتاحه في التنسر فلو لايت، لو نستخدم اي اوبريشن ثانيه مش هيشتغل الموديل معايا. وفي نفس الوقت اللي بيستخدم التنسر فلو لايت هلاقي ان في ادوات كتيره بيستخدمها، اول حاجه هي البايثون عشان نعمل بريبير التنسر فلو موديل على ديسكتوب، ثاني حاجه اسمها توكو اللي هي تنسر فلو اوبتمايزر كونفرتر عشان نعمل تحويل التنسر فلو موديل التنسر فلو لايت موديل، بعد كده اندرويد ستوديو عشان نعمل بروجكت اندرويد ده يعتبر الاوفيشال اي دي اي اللي مستهدف الاندرويد ديفلوبمنت، وبعد كده الجافا اللي عشان نعمل بيها كودنج للاندرويد بروجكت. هنبدا دلوقتي في البروبوز لايبراري، واول حاجه هي المزايا بتاعتها ان هي بتستخدم بايثون اللي تعتبر اقوى التولز اللي بتستخدم دلوقتي في داتا ساينس ابلكيشنز، ثاني حاجه ان هي نفس الكود من غير اي تغيير ممكن يشتغل على اي بلاتفورم، يعني اللايبراري اللي احنا بنستخدمها الاساسيه اسمها كيفي، كيفي دي تعتبر كروس بلاتفورم لايبراري، ممكن نفس الكود بتاعها نفس البايثون كود ممكن يستخدم ويرن على اي بلاتفورم. طب احنا البروجكت بتاعنا او اللايبراري المفروض بتعمل تارجت للاندرويد، يا من اسمها NumPyCNNAndroid اللي هي ام بي سي اي، فاحنا ليه اتعملنا تارجت للاندرويد بس ممكن تستخدم اللايبراري دي في اي بلاتفورم، بس انا عملنا تارجت للاندرويد في البدايه كده، وبعد كده ممكن نزود عدد البلاتفورمز اللي بيحصل لها تارجت عن طريق اللايبراري. في برضه فاست ديبلويمنت للموديل اللي احنا بنعمله للموبايل ديفايس، لان ما بيكونش فيه خطوه موجوده في النص عشان نعمل كاستمايزيشن للموديل، هو نفس الشغل اللي معمول على ديسكتوب هيتم استخدامه برضه على الموبايل ديفايس، عشان كده اي اوبريشن عملناه على ديسكتوب هينفع ان احنا نستخدمه على الموبايل. الديفلوبمنت بروسيس للابيرري ديت كان اول حاجه استخدمنا مكتبات البايثون هي دي اللي بنستخدمها عشان نعمل ديفلوبمنت، هي ثلاث مكتبات اساسيه. في البدايه كده عايزين لايبراري ان احنا تعمل بيها اريه للصوره، لان الصوره لازم نقراها نحولها لاريه عشان نعمل بعد كده فيدنج ليها داخل سينين اركتكتشر. اللايبراري في لايبراري كتير ممكن نستخدمها زي مثلا اوبن سيفيل باي جيم باي ال، احنا بس استخدمنا باي ال، لان باي ال بتكون بسيطه جدا مش هتزود السايز بتاع الاي بي كي فايل،
لان اللايبريز بتاعت البايثون دي كلها احصل لها باكجينج داخل الاندرويد بروجكت، هيزود حجم الاي بي كي او الابلكيشن اللي بتطلع في الاخر لما اليوزر يجي ينزلها من على جوجل بلاي. تاني حاجه هي NumPy اللي هي بتكون اختصار لنيوميريكال بايثون، هي دي اللايبرري اللي بتستخدم عشان نعمل امبلمنتيشن للسي ان ان لايرز. بعد كده الكيفي هي تعتبر البي اي ال والNumPy بيشتغلوا فوق الكيفي. الكيفي المفروض هي كروس بلاتفورم، كروس بلاتفورم لايبرري، وبتتيح برضه ان احنا نستخدم مجموعه لايبرريز فوق. فلو احنا استعملنا NumPy والبي اي ال فوق الكيفي هنقدر ان احنا نخلي الابلكيشن بتاعنا كروس بلاتفورم. اللايبرريز دي كلها بتستخدم في بايثون، وعلشان نحول احنا جالنا دلوقتي بايثون بروجكت عايزين نعمل اندرويد بروجكت، ازاي ممكن نحولهم ببعض؟ بنستخدم بروجكت اسمه بايثون فور اندرويد اللي هو الاختصار بتاعه بي 4 اي. مش محتاجين ان احنا نخلي الديفلوبر يدخل في تفاصيل البي 4 اي وانه ازاي يعمل كونفرجن. في تول بتخلي الكونفرجن دي تحصل بشكل اوتوماتيك اسمها بالدوزر، وبنحدد كل السبيسيفيكيشن بتاع الابلكيشن زي مثلا التايتل بتاعه، الايكون، هل في اي برميشن الابلكيشن ده عايز يوصل لنت، عايز يقرا مثلا الاستورج، في ملف اسمه بالدوزر دوت سبيك. السي ان ان او البروجكت ممكن يكون فيه اثنين مودز اوف اوبريشن. اول مود ان احنا نخلي السي ان ان يحصل لها ترين على الديفايس، بس ده بيكون فيري 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 تايم كونسيومنج، ما يفضلش ان احنا نستخدم الحاجه دي حتى مثلا في الوقت الحالي، ممكن بعد كده يحصل امبلمنتيشن مختلفه للايبراري بحيث ان هي تكون فيها سرعه على موبايل ديفايس. بس البريفيرد ان احنا نعمل ترين للسي ان ان دي على الديسكتوب، وبعد كده ان احنا نستخدمها على الموبايل ديفايس. السبورتد لايرز اللي موجوده عندنا حاليا في المكتبه هي اول حاجه الكونفوليوشن، بعد كده ريكتيفايد لينير يونت، الماكس بولينج، الافريج بولينج، والفولي كونكتد. ممكن يكون وهتزود برضه مجموعه لايرز اضافيه، لان اللايرز دي موجوده في اوبن سورس جيت هاب بروجكت، موجود في اللينك ده على جيت هاب، وبيكون اسمه NumPy CNN. برضه البروجكت بتاع اللايبراري اللي احنا بنستخدمها اللي هي NumPy CNN اندرويد موجوده في الجيت هاب بروجكت ده، وممكن اي حد ان هو يعمل ايديت عليها، يعمل اقتراحات، يزود لايرز، دي متاحه لاي حد. ممكن ندي دلوقتي مثال ان احنا ممكن ازاي نستخدم المكتبه ديت. هي اول حاجه بيتم قرايه الصوره عن طريق البي اي ال، وبعد كده الصوره دي تتحول NumPy اراي علشان نعمل لها فيدنج داخل السي ان ان اركتكتشر. لو مثلا عملنا اركتكتشر بسيطه بتتكون من كونفوليوشن لاير ريلو ماكس بولينج وبعد كده فولي كونكتد، هنعملها بالشكل ده. هي الكونفوليوشن بيتعمل عن طريق فانكشن اسمها كونف، وبعد كده ريلو عن طريق الفانكشن. الفانكشن بيكون مناظر لكل اسم يعني ايه للاوبريشن. شرحنا دلوقتي اللايبراري، ممكن نعمل لها فاليديشن نشوف اللايبراري بتاعتنا معمول لها امبلمنتيشن بشكل مظبوط ولا لا. الفاليديشن تم باني عملت فلتر ليه، عملت كونفوليوشن على صوره زي ديت، على مجموعه صور، وبعد كده طلعت الناتج بتاعها. ونفس العمليه دي طبقت برضه على التنسور فلو اللي هي تعتبر من اشهر المكتبات دلوقتي، ليها كوميونتي كبيره جدا على جيت هاب اللي هي التنسور فلو. بعد كده قارنا الناتجين دول عن طريق المين ابسوليت ايرور ان احنا نشوف هل في فرق ما بين الاثنين دول ولا لا. ما كانش في فرق ما بين الامبلمنتيشن بتاعت الام بي سي اي والتنسور فلو. NumPy CNN اندرويد موجوده على جوجل بلاي، ان ممكن اي حد ممكن ينزلها ويشغل الحاجه ديت على صوره. فعلى سبيل المثال ده الواجهه الاساسيه بتاعت الابلكيشن اللي من خلالها ممكن يدخل الاركتكتشر بتاعت السي ان ان في التكست بوكس. يعني لو عايز اعمل كونفوليوشن لاير، الكونفوليوشن لاير ده المفروض انه بيكون في عدد فلترز. طب احنا بنستخدم كام فلتر؟ عايز مثلا استخدم اربعه فلترز، هكتب كونف فوق، بعد كده كوما واكتب اللاير اللي بعده، اللاير اللي بعده مثلا ممكن استخدم بولينج لاير، فاكتب بول، بعد كده كوما اكتب اللاير اللي بعده زي مثلا ريلو، لو عايز اعمل فولي كونكتد، عايز اعمل بعد كده كونفوليوشن لاير تاني، الحاجات دي كلها بتتعمل عن طريق التكست. وبعد كده لما اتك على الران سي ان ان الابلكيشن يشتغل ويطلع الناتج في الاخر. خلاص كده اي سؤال؟ إيه طب حضرتك كنت قلت ان يعني مقارنه بالناس الثانيه كنت بتحل مشاكل، ان الطرق الثانيه كان عندها مشكله في ان في حاجات ممكن ما تقدرش تنفذ، بتنفذ على الديسك توب بس ما ينفعش تتنفذ. بالظبط. فانا قصدي في المقارنه دي انت ما جبتش سيره المقارنه دي، يعني ايه الحاجات اللي هم مش عارفين يحلوها وانت حليتها؟ هو في البيبر نفسها مجموعه اوبريشنز موجوده داخل التنسور فلو ما بتكونش متاحه خالص في التنسور فلو لايت. انا اعتقد حاجه زي الماكس، مش فاكر اسم العمليه بالظبط، بس في بعض العمليات متاحه ما بتخليش التنسور فلو ان هي تعمل كل الابلكيشن اللي في دماغك.
عشان كده تنسر فلو ما بتساعدش دلوقتي لأي حد يعمل اركتكتشر اللي هو عايزه. لا، في بعض الاركتكتشرز اللي هي موجوده وبري تريند انت ممكن تستخدمها بس في الابلكيشن بتاعك، انما بيكون في ليميتيشن ان انت تعمل ابلكيشن اللي انت عايزه. لو عندك اركتكتشر معينه كده وعايز تخليها تشتغل على الموبايل، الحاجه دي هيكون فيها صعوبه دلوقتي، مش كومبليتلي سبورت عن طريق التنسور فلو. انا قصدي يعني في المقارنه حضرتك الصوره اللي جبتها اللي هي صوره ال الصوره الصورتين اللي جبتهم دول ماشي دول اي ثينك سمبل سمبل اكزامبل يعني اللي هي لما قارنت بين بالنتائج بالبروبوزد مع الديسكتوب انا شفت الناتج الشغل بتاعي بيشتغل بشكل مظبوط مقارنه باللايبريز الثانيه ولا لا. ايوه انا اقصد دي ما قارنتهاش بالطرق الثانيه. الطرق الثانيه اللي زي اللي هي بتستخدم بتحول من حاجات ديسكتوب للاندرويد. لا اصل انا ما عنديش خطوه تحويل، فهي الحاجه تشتغل على ديسكتوب 100% هتشتغل، هي نفس الحاجه هتتم تنفيذها برضه على الموبايل، فالحته دي ما فيهاش شك خالص ان هي ما تشتغلش. يعني مفيش اي اوبريشن هيستخدم في الديسكتوب مش هيستخدم في الاندرويد، هي نفس المكتبه بتستخدم في الديسكتوب هيستخدم. لا انت حضرتك جبت صورتين جبت حسب الايرور بينهم بالظبط. ما انا اقصد الايرور مثلا كذا اكس مثلا، ايه الايرور الطرق الثانيه جابت ايرور قد ايه؟ ده اللي انا عاوز اقوله. الطرق الثانيه اللي زي ايه؟ الريليتد ورك الناس الثانيه اللي هو الريليتد ورك مش بيعمل امبلمنتيشن من نفسه، ده هو بيستخدم المكاتب الجاهزه اصلا. يعني هو بيستخدم التنسور فلو او الكافي او التاش، وبعد كده الموديل اللي طلع منه هو بيستخدمه بعد كده عشان يحول فيه ويعمل فيه بعض التغييرات. التغييرات دي بتشيل بعض الحاجات من البروجكت الاصلي اللي هي هتكون صعب ان هي تتنفذ على الموبايل ديفايس. الاوبريشنز ديت لو اتشالت ممكن ما تخليش الابلكيشن يشتغل على الموبايل ديفايس. طب اخر سؤال يا دكتور، معلش هو حضرتك المين ابسولوت ايرور. لا المين اوبجيكتيف ذا بيبر از تو رانز ابلكيشن اندرويد ديفايس. اكشولي ان سلايد 16 يو سيد ذا كاتب انه احنا بنعمل رن على ديسكتوب. فاذا السلايد اللي قبلها هنا يعني ماشي انت قلت ان هو يعني تايم كونسيومنج وحاليا الى الحين اللي الان يعني بالظبط بيكون تايم كونسيومنج ان انا ما اقدرش على اندرويد لكن فاذا ايه الفايده يعني؟ لا هو ما اقدرش ان انا اعمل ترين لا ما اقدرش ان انا اعمل ترين دلوقتي على الاندرويد ديفايس. يعني لو عندي داتا سيت حتى لو كانت داتا سيت صغيره هيكون تايم كونسيومنج ان انا اعمل ترين على الديفايس، انما احنا دلوقتي بنستخدمها زي بقيه المكتبات ما بتستخدمها. لو بيحصل ترين على السي ان ان على الديسكتوب وبعد كده تريند موديل يستخدم عشان نعمل بيه تيست داخل الموبايل ديفايس. دي انا كنت اتصور ان الابلكيشن او الجول بتاع الشغل انه ممكن سبورت ابلكيشنز كتيره تبقى يعني تستخدم بالظبط كده زيادة حتى التريننج يبقى على الموبايل. هو حته التريننج على الموبايل ديت هي في دماغي فعلا، بس انا دلوقتي بستخدم البايثون في الديفلوبمنت في حاجه زي البايثون اللي هي سايسون اللي هي بتستخدم يعتبر السي امبلمنتيشن البايثون ممكن يكون اسرع 100 مره من البايثون ممكن تستخدم في امبلمنتيشن المكتب. بس بعدين انا نزلت الابلكيشن اللي هي فيها فقط يعني بالظبط صوره وممكن تقريبا كان نوت يعني ابرود برنامج لا هي صوره دلوقتي مستخدمه عشان نستخدمها ونعمل تيست. في الابلكيشن ممكن ينزل منه اصدار بعد كده يساعد ان احنا نعمل ابلود للايمج اللي احنا عايزينه. شكرا يا Our last presentation, a single image super resolution based on learning features to constrain back projection.